اخباركم ايه؟ ايه الحمد لله كله حلو يا نغم. قولي لنا بتعملي ايه في الزحمه؟ والله يا نغم نغم ممكن تعلي صوتك شويه؟ بقول لكم بتقلبوا علينا المواجع بمواضيع الزحمه. معلش حاجه كلنا بنعيشها للاسف. قولي لنا بقى هل ليكي طقوس؟ انا اكتشفت اكتشاف غريب جدا في القاهره ان هو ان في مواعيد معينه لو اتحركت فيها يعني اي كان كده كده هتحصل 4 ساعات في الطريق، بمعنى مثلا انا عايزه اوصل من مكان لمكان، عايزه اوصل الساعه 8 ماشي، انا لو اتحركت 4 بوصل 8، بس 5 بوصل 8، حتى الطريق بيبقى زحمه جدا. هو في وقت محدد بتوصلي فيه؟ انا كده ده انت شاطره اهو بتوصلي في نفس الميعاد. اي كان اتحركت امتى، اي كان اتحركت امتى، انا كده كده هلازم ليا مثلا 3 4 ساعات كده اقضيهم في الطريق، بالذات في الميعاد مثلا اللي هو من 3 لحد 6 7 صح. كل الطرق واقفه، كل الاماكن واقفه، رايح جاي واقف، مفيش يعني مفيش مثلا لحيه مفتوحه ولحيه واقفه. طب بتعملي ايه بقى يا نغم؟ يعني بتعملي ايه في العربيه؟ يعني هو انا عايز اقول حاجه، ان انا يعني جزء اساسي من زياده الوزن هو بسبب العربيه او الطريق، لقيت الواحد بيبقى زهقان جدا جدا من الطريق. خدي تاكلي. ماشي؟ ما ببقاش عايزه اقعد ابص في الموبايل كتير لان ده غلط ده خطر، فبحاول ان انا ما اعملش كده. فباكل بقى يعني اكل بقى مسليات بقى الواحد يسلي بيها نفسه في الطريق الطويل اللي ما بيخلصش. مسليات. صح بالظبط عندك حق. بس طبعا المسليات دي حاجه بتتخن. احنا عايزين يعني لازم اجيب قهوه معايا عشان افوق كده طول الطريق، لان الطريق بيطول يعني الناس بتبقى انجزت حاجات وراحت مشاوير وجت ومثلا ذاكرت وانت لسه ما وصلتيش واتغدت ومتواجده في الفيديو وانا لسه قاعده في الطريق. ده حقيقي. ولازم يعني 2 قهوه ومشروب طاقه مثلا عشان تقدري تكملي سكه السفر. بيوصل له انا باخد لفه على طول لان المترو فعلا اسرع كتير. صح. الفكره ان انت على بال ما توصلي اي مكان انت الفكره ان انت على بال ما توصلي اي مكان، يعني مثلا لو رايحه شغلك انت ما عندكيش طاقه ان انت تشتغلي اصلا. صح. طاقتك كلها استهلكت. أيوة لو مروحه البيت هو انت عامله كده يا دوب عايزه تنامي مش قادره ان انت تعملي اي حاجه. صح معلش بالظبط. لا هو الطريق بيبقى متعب جدا، بس بصي انا باخدها من ناحيه ثانيه بقى، دي فرصه للواحد يعني ايه يتواصل مع الناس اللي هو ما بيقدرش يشوفهم على طول يعني يعني يفصل رحم وكده ويكلم خالته وعماته يعني حاجه ايجابيه في الطريق يعني. شكرا يا نغم. الواحد بأثر معاهم في الحياه يبتدي كده يتواصل معاهم في الطريق علشان صح وكل الذكريات المهمه ليها ايجابياتها برضه ليها ايجابياتها.